مبادرة التجارة الموجهة سهلت الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاق المؤسس للمنطقة بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات. ومن هذا المنبر وبحضور السيد الأمين العام للمنطقة يشرفني أن أعلن أمامكم وبشكل رسمي عن مشاركة الجزائر وانضمامها إلى مبادرة التجارة الموجهة والتي سيتم من خلالها الشروع في عمليات التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في هذه المبادرة بدون قيود جمركية. وأرى أول المستفيقين هم رجال الأعمال المصدرين. ضمن مساري منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي انخرط فيها إلى غاية اليوم كل من الجمهورية التونسية، ونحيي ممثلي الجمهورية التونسية الحاضرين معنا اليوم، جمهورية مصر العربية، كينيا، غانا، الكامرون، رواندا وجزر الموريس. ولا أدري، أترك للسيد الأمين العام يعني تأكيد غانا أو تنزانيا كآخر ملتحق بهذه المبادرة.